بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب الصف الخامس الابتدائي برايمري 5. ان شاء الله النهارده هنتكلم فيه عن الخطوات اللي انت او طريقه كتابه البحث اللي انت مكلف بيه، ازاي تكتب البحث بتاعك، وازاي اللي انت طبعا تطلع المواضيع بتاعتك من الكتب ومن المراجع، وازاي تنزل القالب بتاعك من موقع الوزاره. طبعا يا اولاد كل اللينكات موجوده في بوست موجود على الفيسبوك، وهيكون موجود تحت الفيديو ده كمان في الوصف في الديسكريبشن، وصف اللينكات الخاصة بالقوالب البحث بتاعتك وورد عشان تقدر تكتب فيها بسهولة ان شاء الله. طبعا احنا عندنا اربع مواضيع، موضوع السياحة والطاقة وموضوع الصحة وموضوع المية، وعارفين طبعا الشروط ان يكون الملخص بتاعنا والمقدمة بتاعتنا من 40 ل 50 كلمة، الموضوع بيكون من 400 ل 500 كلمة، وهنعرف يعني كم سطر تقريبا دلوقتي مع بعض وهنجرب، واللافتات اللي بالانجليزي او الرساله اللي انت بتبعتها باللغه الانجليزيه تكون من 15 ل 30 كلمه. طيب يا مستر نبدا، انه هنتكلم مثلا في البحث اللي خاص بالسياحه يا اولاد. في السياحه طبعا احنا عارفين طبعا يا شباب نكتب بالعربي، ما فيش مشكله، السؤال اللي دايما بتسالوه نكتب بالعربي، لو انت عايز تكتب بعض المصطلحات بالانجلش في الخاصه بالساينس او الماث ما فيش مشكله اكتبهم بالانجلش. عدد الفرق قلنا ممكن يكون واحد او اكتر لحد خمسه، طبعا باتفاق مع المستر في المدرسة او مع زمايلك، واسأله كمان بالذات في موضوع خمسة طلاب، لان هنا كاتب لك اي فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك، يعني انت وثلاثة من زملائك، فمش عارفين موضوع الخمسة ده 100% صح ولا لا. فطبعا اللي بيحسم الكلام ده تواصلك او تواصلك مع مدرس الصف. دي النقط اللي انت هتتكلم فيها اللي هي تعتبر ايه، الاسئلة الاسترشادية اللي انت تتكلم عنها. تقول لي يا مستر يعني انا هتكلم عن الساينس فين في السياحة؟ انت ليه عايز تحط نفسك في موقف اللي انت يعني بتزنق نفسك على الفاضي؟ لا طبعا ما فيهاش مشكله، هو هنا مديك المواضيع او النقط الاساسيه اللي انت تتكلم فيها، ما تتكلمش في زياده عن كده. تمام كده؟ يعني مثلا هنا بيقول لك تتوفر بمصر العديد من مقومات السياحه لجذب السياح من جميع انحاء العالم، في ضوء دراستك قم باعداد مشروع يتضمن ما يلي. ممكن تاخد السطر اللي فوق ده كمقدمه للمشروع بتاعك، مع اللي انت تنزل معاه كلمات تانية بقى وتتكلم عن الاثار في مصر والاماكن السياحيه في مصر، وتملى بيها حوالي اربع سطور. يعني لو عملت لكم يا ولاد كده، يعني مثلا لو كان بحثك عن السياحه في الصف الخامس، هتكتب عنوان الاول الجذاب للبحث ده، يعني السياحه والاقتصاد، السياحه في بلدي. يعني مثلا هتروح رايح للقالب بتاعك مصر هنزله ازاي، هتدخل يا ولاد على الموقع بتاع الوزاره، تكتب وزاره التربيه والتعليم، هتختار موقع الوزاره. تمام كده، ادي موقع الوزارة فتح معانا، نستنى طبعا لحد ما يحمل. بعد كده هتختار مواضيع المشاريع البحثية اهي تحت، هتلاقيها على اليمين، وبعد كده تخش عليها تلاقي طبعا ادي الورقة اللي انا كنت بقرا فيها من دلوقتي اللي هي طبعا خطوات المشروع، والقوالب اهي يا شباب، هتدخل في القوالب دي، هتنزل ساعتها القالب بتاعك الصف الخامس، القالب الاول لو انت اخترت بحث السياحه، القالب الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. او ممكن تلاقيهم على صفحه الفيسبوك عندي، صفحه مستر ساينس، او في وصف الفيديو ده اللي موجود. طب ده بالنسبه اللي انا نزلت القالب يا مستر، وبعدين القالب بتاعي نزل اهو، ادي بحث ده الميه انا كنت منزله مجهزه ليكو، ادي السياحه. طب هعمل ايه يا مستر؟ مش عارف اكتب يا مستر، لما نزلت وورد مش عارف اكتب. بص انا عمال اضغط دلوقتي مش بيكتب. في بص فوق كده هتلاقي كلمه اسمها enable editing، يعني اللي انت تتمكن من الكتابه، فتضغط على الزرار ده هتلاقي على شريط اصفر كده، بتضغط عليه كده انت تقدر تكتب على الوورد بتاعك. طيب هتكتب مثلا السياحه في مصر مثلا، وبعدين طبعا يا بعد كده بعد ما خلصت العنوان بتاعي اللي هو عنوان يكون مش تكتب السياحه وخلاص، لا، لان هو اصلا الموضوع عن السياحه لكن العنوان بيكون مختلف من طالب لطالب ومن جروب لجروب. طيب بعد كده هبتدي يا مستر هعمل الرقم التعريفي بتاعي، انا الطالب رقم واحد مثلا، واكتب الارقام بتاعتي، الطالب رقم اتنين هيكتب الكود بتاعه، الطالب رقم تلاتة، وهكذا يا ولاد على حسب عددكم، كل واحد هيكتب الكود بتاعه ايا كان الارقام طبعا بتاعتك، الكود بتاعك. بعد كده المقدمة مكتوب من 40 ل 50 كلمة، روح كاتب كده مقدمة. مثلا هتقول لي مثلا انا دخلت على النت وشفت الكتب، ودخلت على المكتبة الوطنية او على البنك المعرفه، وكتاب المدرسه عندي يا مستر كان فيه موضوع عن السياحه في اللغه العربيه في القراءه، ماشي. وبعدين لقيت الجمله دي مثلا،
تعتبر مصر المقدمة. مثلا مصر بلد سياحي تمتلك أكثر من ثلثي آثار العالم. أروح واخدها كده كوبي من الكتاب ده أو من الموقع ده، أو أنا كنت نقلتها في ورقة مثلا وأروح منزلها هنا في المقدمة بتاعتي بكتبها. طيب كتبتها وبعدين صلح بس الكلمة دي، وبعدين هروح واخد طبعا يا شباب أنا كده عايز أعرف بقى السطر ده كده كام كلمة. السطر ده يولد 11 كلمة، يعني لو أنا طبعا هو السطر ما كملش، يعني ممكن أكمل حتى السطر بتاعي أهو. هنفرض بس إن أنا موضوع بقى أنا لقيته في كتاب وبكتب منه أهو، هاخد السطر ده أكرره عشان أشوف إحنا عايزين 40 ل 50 كلمة يعني كام. هتروح رايح مثلا بعد كده أنت كتبت سطر، سطرين، ثلاث سطور، تمام كده. عايز أشوف بقى أنا كده كتبت كام كلمة، أروح معلم عليهم كلهم كده، هبص الاقي تحت هنا مكتوب 45 كلمة، يبقى انا كده في التمام، لان هو طالب من 40 ل 50 كلمة. يبقى انا كتبت يا مستر مقدمتي كده المقدمة بتاعتي ثلاث سطور بس كده، برافو عليك خلاص. يبقى انت مقدمتك ثلاث سطور. هتروح رايح عند عناصر الموضوع، عناصر الموضوع اللي هم من 400 ل 500 كلمة. هتروح رايح للشروط او العناصر بتاعتنا اللي هي موجودة طبعا يا ولاد في الورق بتاعنا اللي هو نازل ده. هشوف مثلا اول عنصر هو انواع السياحه في مصر، هروح رايح كل عنصر طبعا تحتيه الكلام بتاعه، راح كاتب له كده ومن انواع، بعد ما خلصت المقدمه بتاعتي، من انواع السياحه في مصر، في مثلا بقى سياحه مثلا ترفيهيه، سياحه مثلا ثقافيه حد جاي يتعلم، سياحه مثلا تعليميه، يعني ايا كانت بقى انواعها تدخل طبعا على مصادر عندك في الكتاب وتتكلم عن انواع السياحه. والله خلصت لك فيها 3 4 سطور، احنا عايزين من 400 ل 500 كلمة يعني حوالي 40 سطر، فخلصت لك انت في انواع السياحة ده مثلا 4 أو 5 سطور. طيب وتروح طبعا كاتب اسم الكتاب اللي انت جبتهم منه. بعد كده خلصت العنصر ده تمام، اروح رايح اشوف العنصر اللي بعديه، بقول لك تخيل انك تاني حاجة مقومات السياحة في مصر. هتروح رايح كده وتروح كاتب كده ومن مقومات، عشان تعرف بس المستر بتاعك انت دخلت على عنصر جديد، ومن مقومات السياحة في مصر. اروح كاتب يا اولاد بقى برده 5 6 سطور كمان. طيب مستر قابلتني كام صورة في الكتاب عجبني كده يا مستر وكنت عايز ان انا احطهم في البحث بتاعي، برافو عليك ممتاز. هات صور لاماكن سياحية انت اتكلمت عنها، صور على المعابد، الشواطئ السياحية، الكلام من ده، وحطهم هنا يا اولاد في الاماكن دي. خدها كوبي طبعا من على الانترنت واعمل لها بيست هنا، تنزل هنا معاك على طول. طيب العنصر الثالث، انا خلصت كده عنصرين، اروح راجع تاني للبحث بتاعي. تخيل انك مسؤول عن احد الاماكن التي تقوم بتقديم احد الخدمات السياحيه، وقم بحساب عدد الزائرين صيفا وشتاء والمقارنه بينهما. انا عملتها لكم هنا يا اولاد، يعني ممكن هنا هتقول مثلا لدي فوق سياحي، اما بقول لك تخيل انت بقى هتقول مثلا اذا لدي فوق سياحي يزور الاقصر واسوان صيفا واخر شتاء. ثم هتعمل ايه بعد كده؟ هتصمم جدول ورسم بياني توضح فيه الفرق بين الاعداد الصيف عن شتاء. طب دي اعملها ازاي يا مستر؟ بصوا معايا يا ولاد، هتصمم جدول، هو قال لك هنا اهو، قم بحساب عدد الزائرين صيفا وشتاء والمقارنه بينهما موضحا سبب الزياده والنقصان. عادي خالص لو عايز تعمل بقى شغل حلو، هتروح عامل كده انسيرت اللي انت بتدرج، يعني ادراج اللي عندك بالعربي، وتعمل جدول، وتعمل مثلا الجدول ده من 3 خانات و3 أعمدة، وتكتب كده عدد السائحين مثلا، هنا تكتب صيفا وهنا هتكتب شتاء، وهنا هتكتب عدد السائحين، خليها طبعا دي يا ولاد معلش هنا فصل السنة، الفصل بتاع السنة ده ممكن تكتب، عايز تكتبها سطور عادية اكتبها، انا بتكلم عن اللي حد عايز يجود شوية. هنا نكتب كده عدد السائحين، هتكتب في الصيف مثلا كانوا زاروا المكان ده مثلا 1500 سائح، وعلتكم بتتكلم عن مكان بقى في الصيف اللي هو بتتكلم عن شاطئ مثلا، مدينة سياحية تمام زي شرم الشيخ او كده، لكن في الشتاء كان العدد مثلا 500 تمام. خلاص الخانه دي انا مش محتاجها، ممكن اعمل لها كده واعمل لها ديليت عادي حذف
الصف باكمل. تمام، خلاص انا كده عندي الاعداد، اروح قايل له بقى تمام. ويتضح مما سبق او من الجدول ان الفوج السياحي في عدده يزداد صيفا عن شتاء، اكتب بقى بطريقتك اللي انت عايزه. تمام كده، نشوف بعد كده المحور اللي بعد كده. طبعا موضحا سبب الزياده والنقصان، لان منطقه مثلا منطقه ساحليه فالسائحين يتجهوا اليها في فصل الصيف اكثر للجو الطيب مثلا والهواء الرطب وهكذا. تمام، ده سبب الزياده والنقصان. لو انت بتتكلم عن مدينه زي الاقصر واسوان، الفوج ده رايح الاقصر واسوان، لا يبقى انت هتعكس، يبقى في الصيف العدد اقل وفي الشتاء العدد اكتر، وتتكلم عن درجه الحراره والكلام من ده. صمم ملصق ارشادات مستخدما الاشكال الهندسيه التي درستها بها المعلومات ونصائح للزائرين باللغه العربيه واحد اللغات الاجنبيه. عايز يعني تعمل ملصق ارشادات، يعني كانك بتعمل لوحه وفيها اشكال هندسيه، يعني زي يا مستر، يعني كانك خلصت انت هنا المحور الاخير بقى، انت بتتكلم دلوقتي في المحور الاخير، هتروح عامل ادراج مربع نص اللي هو تكست، انسرت تكست اهو، دي اللوحه اهي بتاعتي، وحط فيها اشكال هندسيه انت بتاخدها، مثلا زي مثلا هتحط فيها اشكال زي مثلا يا اولاد زي مثلا ريكتانجل سكوير، تمام، اشكال معينه ايه سيركل، الحاجات اللي بتاخدوها في الماس دي، اكيد المستر بتاع الماس هيفيدك اكتر. تمام اهي، وحاجات زي كده يا اولاد. وبعدين هتكتب في كل شكل منهم، طبعا مثلا انا مش عايز اخلي الشكل فيه الكلام ده، اروح اعمل طبعا اللي هي بتاعت تعبئه الشكل دي، واشيل الكلام ده اللي هو اللون الغامق اللي جوه ده عشان اعرف اكتب اللي انا عايزه. تمام، فبكتب طبعا اللي انا عايزه هنا، وبكتب الملصق اللي هو قال لي عليه، اللي هو بيلصق بيقول ايه يا اولاد، ارشادات تمام ونصائح للزائرين باللغه العربيه واحد اللغات الاجنبيه. طبعا اللغه الاجنبيه احنا اتفقنا ان هي عدد الكلمات فيها من 15 ل 30 كلمه، واللغه العربيه انت بتكمل ال 400 وال 500 كلمه اللي انت كنت بتكمله. يا رب كده اكون افدتك في البحث بتاع السياحه. الملصق تكتب تعمل فيه اشكال بقى، وعايز تحط للشكل ده لون وتغير لون الخط، تعمل حاجات حلوه في البحث بتاعك. تمام، وضح الخط بتاعك واعمل خلفيه ملونه، واكتب كلام بالخط العريض كده عشان ارشادات طبعا بقى للسائحين. هتملى المربع ده عندك بالاشكال، وبعد ما تخلص هيبقى ناقص لك خطوه مين؟ النتائج. في النتائج انت بتقول بقى فيها يا اولاد اللي توصلت ليه من خلال البحث دوت، اللي انت لازم تطور الاماكن السياحيه، واللي احنا لازم نهتم بالسائحين. وطبعا يا شباب نعمل كل الكلام ده. وبتلم يعني كانك بتعمل ملخص للبحث بتاعك في المكان ده يا اولاد، ويكون برده حوالي من 40، هو قال لك في النتائج زي ما انت شايف كده عدد الكلمات من 40، او الملخص يعني من 40 ل 50 كلمه برضو. طيب وبعدين يا مستر المصادر اللي انت جبت منها، اللي هو كتاب الطالب مثلا، جبت عندك موضوع عن السياحه في ماده من المواد بتاعتك، ممكن تتكلم عن بنك المعرفه المصري، لقيت فيه مثلا يا مستر فيديو. تمام، واكيد هتلاقي يا اولاد، اكيد هتلاقي حاجات جميل جدا وفي معلومات جميله جدا. ممكن يا مستر موقع الكتروني معروف طبعا يا اولاد ويكون مشهور، ممكن تكون مجله علميه وهكذا، مجله علميه انت شفتها وليها اسم، طبعا بتكتب اسم المجله وتكتب ان المقال ده او الجزئيه دي اتاخدت منها. بكده تكون خلصنا يا اولاد البحث بتاعنا وعرفنا النقط العريضه فيه. اخر حاجه انت بتحفظه بي دي اف، تضغط على كلمه فايل ونعمل سيف از ونختار بي دي اف. تمام، هينزل معاك على طول بي دي اف على الجهاز بتاعك، وتقدر تديه للمستر او ترفعه على المنصه اللي هنعرف بعد كده ان شاء الله ازاي نرفعه عليها خلال ايام ان شاء الله، لما الوزير ان شاء الله يعمل مؤتمر ويعرفنا ازاي نرفع البحث بتاعنا. بالتوفيق ليكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.